لا أحد يعلم ما أصابك، لا أحد يعلم كيف هي معركتك الخاصة مع الحياة، شو اللي زعزع أمانك وقتل عفويتك، كم كافحت كم خسرت، ما حد يعرف حقيقة شنو كان شعورك، ما حد يعلم كم من النزاعات يحدث بداخلك يومياً، وكم يكلفك الأمر لتبدو بخير. هي منطقة الظل الخاصة بك، تلك التي تخفي فيها نفسك عن نفسك وعن الآخرين.